ومن الشركات أيضا المشاركة في هذا المؤتمر شركة منصور للسيارات، ومعنا السيد أنكوش أرورا المدير التنفيذي لمجموعة منصور للمنصور للسيارات، والحقيقة هم الشريك الناقل لهذا الكوب. هنشوف يا ترى بينقلوا الناس إزاي. سيد أنكوش شكرا لوجودك معنا. يعني ماذا يعني الشريك الناقل؟ ماذا تقدمون لكوب 27؟ شكرا سيدة لميس على هذه الاستضافة. نعم، شركتنا هي الشريك الناقل لكوب 27 مع شركة جنرال موتورز شركتنا الرئيسية، وكجزء من الدعم الذي يتوافق مع استراتيجية مجموعتنا التي تستهدف أن تكون رائدة في التحول الكهربائي في مصر، فقد قمنا بتوفير 150 سيارة لنقل كبار الشخصيات والوفود والمشاركين في قمة المناخ. ما هو إذن حجم صناعة السيارات الكهربائية في استثمارات مجموعة منصور؟ الآن لا تزال صناعة السيارات الكهربائية في مهدها وهي تقريبا غير موجودة، والآن هو بداية ميلاد السيارات الكهربائية، وسنمشي في رحلة مقدارها 10 إلى 15 عاما حتى يمكن لهذا النوع من الصناعة أن ينمو إلى مرحلة ستكون ملموسة في المستقبل. ما هو حجم استثماراتكم في هذا الإطار؟ استثماراتنا اليوم تتمثل في 150 سيارة التي وردناها لصارح مؤتمر كوب 27، وندرس أيضا ندرس تجميع السيارات الكهربائية هنا في مصر، وهذا ينبغي أن يتم خلال 24 شهر المقبلة.